نروح للاسباني، ولو هنتكلم هل ممكن نقول نسبيا كده كفه ريال مدريد يعني هي اللي نقدر نقول الافضل دلوقتي؟ هو اعتقد ان ريال مدريد حسم الدوري لصالحه خلاص، تحديدا بعد الفوز امبارح 2-0 في الديربي العاصمه كان ماتش حلو على اتلتيكو مدريد. كان ماتش جميل، بس اتلتيكو مدريد ظهرت في بدايه الشوط كده على فترات بتسديده جريزمان انفراد، بس ريال مدريد هيمن على المباراه بشكل كامل. بالظبط. عندهم فينيسيوس جونيور ده حاجه يعني ما انا ما اعرفش كان مختفي فين المواسم اللي فاتت. بالمناسبه فينيسيوس ورودريجو هم اول ثنائي تحت 20 سنه يحرز لريال مدريد في مباراه واحده، ده كان في المباراه اللي فاتت مش مباراه اتلتيكو مدريد. فينيسيوس جونيور بيكمل مستواه المميز جدا، كريم بنزيما بيتميز دلوقتي او بيواصل تميزه على مستوى القياده، على مستوى التهديف، على مستوى صناعه اللعب. شفنا الهدف الاول اللي احرزه ريال مدريد بقدم كريم بنزيما، كان كريم بنزيما اللي بادئها من نص الملعب وباصاها لفينيسيوس جونيور، وفينيسيوس جونيور باصاها لاسينسيو، واسينسيو لفينيسيوس جونيور، وبعدين لبنزيما حط الهدف. فبنزيما دلوقتي بقى واحد من اعظم المهاجمين الموجودين، انا دلوقتي بيتميز عن حتى عن ليفاندوفسكي اللي هو الجول ماشين اللي في العالم دلوقتي. صحيح. لا انا بالنسبه لي بنزيما مختلف لانه بيصنع لعب وبيتحرك، بيعرف امتى يتمركز جوه المنطقه وامتى يخرج بره وامتى بيحط الكره ازاي. فانا بالنسبه لي كريم بنزيما نقطه قوه في تشكيله ريال مدريد وسبب رئيسي، هيكون سبب رئيسي في تتويجهم بالليجا السنه دي، خاصه في ظل تدهور مستوى برشلونه. أي نعم. مفيش أي أمل مع تشافي يعني برشلونة، يعني مفيش أي أمل خالص. خلينا نتفق على حاجة، الكلمة اللي أنا دايماً بقولها، في أمل طبعاً بس مش الموسم ده. أوكي. شفنا كلنا في الأندية، حتى شفناها في الأهلي، شفناها في الزمالك، شفناها في منتخب مصر، شفناها في كل الأندية والمنتخبات، دايماً بيبقى في حاجة اسمها الإحالة والتجديد. مشكلة برشلونة إن هم ما فكروش في حقبة ما بعد ميسي. هم فضلوا يعتمدوا على الحرس القديم، على ميسي وخوردي ألبا وبوسكيتس وبيكي وإنيستا وتشافي، ما فكروش طب وماذا بعد، طب بعد الناس دي ما تبطل هنعمل ايه؟ ما عندهم كان مشاكل وازمات يعني ماديه قد كده، بتهيالي كان صعب حتى ان هم يفكروا في اي حاجه. حلو يعني. عندنا لاماسيا، عندنا قطاع ناشئين قوي جدا اسمه لاماسيا، هو اللي مطلع انيستا وهو اللي مطلع تشافي وهو اللي مطلع. كان المفروض يصعد وقتها يعني من بدري عشان ياخد اللعيب الصغير، ياخد احتكاك مع اللعيبه الخبرات الكبيره. صحيح. فلما يبدا يبقى هو الاساسي طبعا. يبقى هو عنده ثقل في الملعب. دلوقتي تشافي مضطر يلعب باللعيبه الصغيره. انا شايف اتفرج على الماتش بتاع برشلونه، انا مش عارف حد يعني، انا في لعيبه كتيره الاثنين اللي جابوا الاجوان انا مش عارفهم، فيهم لعيب مغربي عبد الصمد ومش عارف ايه الزلزولي تقريبا حاجه كده، لعيب مميز جدا وكويس جدا بس لسه عنده 19 سنه ومحتاج خبرات كتير جدا. ده لو كان طلع بدري سنتين لعب مع ميسي، لعب مع انيستا، نضج اكتر واسرع، كان نضج وكان بقى دلوقتي كان هو اللي يبقى مصدر ثقل في الفريق. دلوقتي ما فيش مصدر ثقل في الفريق، دلوقتي مصدر الثقل كان في حتى كوميك على فيسبوك كده، تشافي واقف محبط جدا وفي فوقيه كده كانت اي اس بي ان اللي عاملاها بتقول انه لما تكتشف ان انت بعد 5 سنين اعتزلت ولسه افضل لاعب في الفريق، افضل لاعب خط وسط في الفريق، لان فعلا الفريق ما فيهوش لعيبه خط وسط تقدر تعتمد عليهم ان هم يقطع الكرات في مناطق حساسه ويصنع اللعب في مناطق خطيره، يبقى عنده الفيجن، يبقى عنده الرؤيه والكرياتيفيتي في الملعب مش موجود.